إنه مسدس الرقار عيار 1900. وأنا حصلت على مسدس الوتير بيبي. وهذا مسدس فانتينال سبيشال، يقال إنه مسدس أسطوري ولقد ورثه أبي عن جدي. بينج بينج، يبدو مسدسا رائعا. إنه مذهل. إنه مسدس غاية في الروعة. هنيئا لك به. أي نوع تحمل من المسدسات يا لوبي؟ أصبحنا كبارا على مثل هذه الألعاب. تقول هذا لأنك لا تملك واحدا. مسكين النوبي. هذه وقاحة، حتى أنا أملك مسدسا. أنت مذهل جدا، أنت حقا ماهر في الرمي. لو كنت متفوقا في دروسك كما أنت متفوق في الرمي لأصبحت أفضل طالب في المدرسة يا نوبي. لماذا تسخر مني هكذا يا دورايمون؟ ولكن لو أني ولدت قبل 100 عام في أمريكا لكنت الآن بطل الرمي الذي تغلب على الجميع. لذا انتبه على كلامك ثانية قبل أن تتحدث معي. ولكن للأسف الشديد لن أحصل على هذه الفرصة في العصر الحديث. ما رأيك في أن أمنحك هذه الفرصة؟ ماذا ماذا؟ بنج. توقف عن المزاح. بنج. لقد أصابني نعاس شديد. مسدس الصدمات الهوائية، ضع قطرة من هذا السائل على أصابعك وانتظر قليلا حتى يجف تماما وقل بينج، وعندها تنطلق رصاصة الرياح. عندها يسقط الشخص نائما، ولكن لا داعي للقلق فهي لا تسبب أضرارا. هل تستمع إلي؟ بينج 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 بينج. لقد أصبتك، عليك أن تقع. أنت أيضا عليك أن تسقط على الأرض، فقد أصبتك. كنت تطلق بسرعة لذا لم تصبني طلقاتك. ولكن هذا المسدس لا يحتوي إلا على 6 طلقات. اسقطه ولا تهتم بالأمور الصغيرة. لا فائدة منك. كما توقعت، أنا أفضل الرماة هنا. ما الذي يضحكك يا نوبي؟ من الأفضل ألا تثير غضبي لأجل سلامتك. كيف تجرؤ على الرد في وجهي يا ولد؟ انتظر انتظر، أترى أوراق الشجرة تيل؟ بينج 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 بينج. هذه الرصاصة تجعلك تطلق رصاصة من الهواء. رصاصة من الهواء؟ عندما تضع قطرة على يدك تكون بمنزلة رصاصة، فيصبح لديك 10 رصاصات، وهذا يعني أنها تصبح بعدد أصابع اليدين. وعندما تصيب أي شخص بها يقع نائما. ما رأيكم أن نلعب الآن لعبة الرمي؟ والذي يصمد حتى النهاية يكون بطل الرمي في المدينة. شيء ممتع، لنقم بهذا. كان حلمي منذ أن كنت في الروضة أن ألعب هكذا، لنبدأ الآن. إذا حسم الأمر. هل تسمح لي باللعب معكم يا وأنا أيضا. وأنا أيضا أريد اللعب معكم. أنا متحمس، لن أفوت هذه الفرصة من يدي، سأكون البطل. هيا أخرج سلاحك. يمكنك فعل هذا قبلي. بينك 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 بينك.
عليك أن تنتبه وإلا ذهبت الرصاصات بلا فائدة. إنه ماهر جدا في الرمي. ما رأيك أن نواجهه معا؟ بينج بينج. قمت بإسقاط ثلاثة أشخاص. هذا مثالي. ها؟ ها؟ إنهم نائمون، يعني أنهم بقي أربعة أشخاص. إنهم هناك. إنهم أولاد سيئون جدا في الرمي. ماذا قلت؟ من السيء؟ أجب. هيا بنا لنقضي عليه. هيا استعدوا. لم يبقى لدي الآن سوى العملاق. بقي لدي ثلاث رصاصات وهي كافية. سأحسب ذلك ثانية. هناك استعملت رصاصة وبعدها رصاصتين وهنا هكذا إذا. حسنا. خذوا. أنا آسف، لا أدري ماذا أصابه. ماذا جرى لهم؟ بهذا تكون أطلقت جميع رصاصاتك. العملاق. أما أنا فأملك عشر رصاصات لأنني كنت مختبئا منذ البداية. أيها الغشاش، لا تهم الطريقة التي تسلكها، المهم من سيفوز أخيرا. قل لي، على ماذا تريد أن أرمي؟ على رأسك أو على قلبك؟ بين 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 بين. أتظن أنك ستهزمني؟ إنها نهايتك. سأطلق الآن. بينج 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 بينج. أنا أفضل الرماة هنا. لقد فعلتها يا دورايمون. هل ربح؟ أجل، لا شك أن الجميع قد غيروا نظرتهم إلي. أنت رائع يا نوبي. لم يستطع أحد
مجاراتك في الرمي مع أنهم أقوياء جدا. أجل، ولن يستطيعوا هزيمتي مهما فعلوا. أنا بطل الرمي الأقوى في هذه المدينة يا دورايمون. لا شك أنك أرهقت في اصطيادهم واحدا تلو الآخر. هيا لنأكل. مرحبا يا أمي. أهلا يا بني. أمي بانغ، ماذا أعدت لنا طعاما للغداء؟ هناك خطأ، رصاصة هنا ورصاصتان بعد ذلك وبعدها ثلاث. اصمت قليلا، هذا غريب. رصاصة واحدة وبعدها رصاصتان لسونيا ومن معه. يفترض أني أطلقت جميع الرصاصات. سأعيد عدها ثانية. هذا لا يهم، الأهم متى ستستيقظ والدتك يا بني؟ رصاصتان وبعدها ثلاث.